هذه الموضوع عندي النقاش، وهقول وانا اسف لقطع كلام سيادتك، ودايما انا هلعب دور الديفلز افوكات او دور الضمير الغائب. يعني دلوقتي شريحه كبيره من الزملكاويه بيقولوا ان الزمالك ما كانش في احتياج فني لحمدي النقاص، خاصه ان الزمالك بيمتلك اثنين باكات رايت، اثنين ظهراء يعني مدافعين يمن، اثنين على اعلى مستوى، احدهم واحد من كباتن الفريق حازم امام، واحد من ابناء الزمالك، وحمزه المثلوثي اللي في راي شريحه كبيره من جمهور الزمالك كان سبب رئيسي في فوز الزمالك ببطوله الدوري من خلال صناعته للاهداف، ومن خلال خاصه في الفتره الاخيره في اخر 7-8 مباريات بعد التوقف. والنقطه الثانيه اللي هم بيحتاجوا فيها على اعاده توقيع او ريسايننج او توقيع مره اخرى مع حمدي النقاص، انه راجل اشتكى النادي في ظروف صعبه، ومبادئ نادي الزمالك والإفكس بتاعت نادي الزمالك المفروض ان هي يبقى في خطوط حمراء لاي حد اشتكى نادي الزمالك وذهب للمحاكم الدوليه في ان هو يعود مره اخرى للفريق. راي حضرتك ايه على الانتقادات اللي موجهه لسيادتك في موضوع حمدي النقاص؟ طيب احنا ما بنبص على موضوع حمدي النقاص، ما ببصش على موضوع واحد، وده اللي انا عايز كل الجمهور الزمالكاوي كل مصر برضو تسمعه. احنا بنبص على مواضيع القضايا الدوليه. احنا مستنين النادي كان فيه علينا حوالي 17 مليون دولار، يمكن انا في بعض الحاجات جايبها النهارده. مثلا احنا في قضايا كانت على نادي الزمالك ب 7 مليون و 900 الف دولار، قدرنا الحمد لله بتوفيق من ربنا في 4 شهور فقط، بس عشان بنشتغل بتركيز نزلنا هذه المبالغ من 7 مليون و 900 الى 2 مليون و 300. ده بالنسبه لنا بيبقى اسمه انجاز، يعني 5 مليون و 600 5 مليون و 600 لو ضربناه في 15 ده في حدود 80 مليون. الحاجه الثانيه ان احنا سوينا فعليا ودفعنا في حدود لغايه دلوقتي 14 مليون جنيه. اصلا كان في سبع قضايا بمليون و 800 الف دولار، اصبح الرقم اللي هيدفعه نادي الزمالك لان دول تم تسويتهم فعليا 163 الف دولار. يبقى احنا كده وفرنا لنادي الزمالك تقريبا مليون و 600 الف دولار، اللي هم في حدود 22 ل 24 مليون جنيه. النهارده كل الجمهور الزمالكاوي عارف كويس جدا المشاكل الماليه، النهارده الناس بتعيب علينا. القضايا اللي انا قلت برضو انا اسف اللي هي من ضمن المليون و 800 دي قضيه الكابتن حمدي النقاص. كابتن حمدي النقاص انا مش بدافع عنه، هو يقدر يدافع عن نفسه، انما الظروف اللي الكابتن حمدي النقاص كان فيها يكفينا ان احنا التوقيت اللي رحل فيه قصدك؟ لا التوقيت اللي رحل فيه ورفعه للقضايا هو يدافع عن نفسه. انما اللي انا اقدر اقوله حاجه تانية خالص، اللي هو التوقيت اللي كان لازم ادفع فيها الفلوس دي اللي هم تقريبا يمثلوا 21 مليون جنيه لا يمكن كنا نقدر ندفعها. كل اللي عملناه ان احنا خلينا ال 21 مليون جنيه دول بالتقريب عشان ما حدش يمسك عليها حاجه يدفعوا على 3 سنوات. عندنا اكتر من اوبشن، ان المدير الفني، لان احنا ما بنتدخلش في فنيات خالص، عندنا ان المدير الفني يستعين بيه او لا يستعين بيه، او يتم اعارته، او يتم ان هو حطه على قوائم الانتظار، او يتم بيعه حسب الظروف. مش انا بقول حاجه معينه، انما الاهم من كل الظروف دي، واوضح نقطه هامه جدا، انا لو كنت ورا انتخابات ما كانش هيفرق معايا اطلاقا ان النادي الزمالك يدفع 21 مليون جنيه. احنا عارفين كويس جدا كلجنه من اول يوم ان انما ان واحد بيرفع قضايا وبيرجع النادي بتاعه وبيبقى برضو ابن النادي حصلت اكثر من مره واكثر من نادي، وانا في حل من ذكر الاسماء بس الناس تقدر تسترجع التاريخ هتعرف انا بقصد مين. هم من 3 لـ4 حالات بس ده اللي هقوله. يعني حضرتك بتقول ان عوده حمدي النقاص مره اخرى للفريق كانت ضروريه عشان النادي يخرج من مأزق هذا المجلس وهذه اللجنه ليس لها او ملهاش اي ذنب فيه، ورغم ذلك انتوا تحملتوا المسؤوليه كامله وبتدفعوا فواتير المجالس السابقه اللي اهملت في هذه الملفات. طب خليني اقول حاجه تاني، انا اول امبارح عشان ابقى بريسايز، اول امبارح دفعنا 300 الف دولار للاعب اسمه اتش بونج.
واصلا كان اتش بونج ده القضيه بتاعته بمليون و300 الف دولار. قدرنا ننزلها بالعافيه بمعنى كلمه بالعافيه ل 900 الف دولار. وخلينا 900 الف دولار دول يدفع 300 حالا حالا بمعنى اول امبارح، وبقيه المبلغ يدفع على 18 شهر. لان نادي الزمالك عارف كويس جدا ان في خلال الشهر ده كان في 300 الف دولار لاتش بونج، 600 الف دولار لجراس لازم هيدفعوا في خلال اسبوع، ثم المليون و300 بتوع كابتن حمدي النقاش. طب ما هم دول لو جمعناهم بس دول تقريبا يعني مليون و300 بلس 900 مليون و300 لا كانوا مليون و300 لاتش بونج و600 لدول، يبقى 2 600 و600 3 مليون و200 اللي هم تقريبا 20 مليون. طب احنا النهارده قلصنا كل ده ان دفعنا صفر للكابتن حمدي النقاز و900 بلس ال 600 وال 900 دفعنا منهم 300 فقط، وبقيه المبلغ اللي هو بتاع جروس لازم يدفع يبقى 600. يبقى انا بدل ما ادفع 3 وشويه دفعت 900 الف دولار. طب انا النهارده الجمهور كله بيطالبني، اسف بقى وهدخل في مره واحده في التقيل بقى، الجمهور بيطالبني ان انا اعمل صفقات، الجمهور بيطالبني ان انا اجدد اللاعبين، الجمهور بيطالبني ان احافظ على السكواد وما تبيعش ولا حاجه. طب احنا كنادي الزمالك هنجيب فلوس منين؟ يعني حد بس يقول لي، يحل لي هذه المعضله ويقول لي انا اعمل ايه. انا النهارده immediately لو انا دفعت ال 30 مليون في قضايا، انا عليا 38 مليون جنيه قضايا دوليه لغايه ديسمبر. المبلغ ده اصلا مش متوفر في النادي. احنا اما جينا النادي وبالارقام، وانا مستني الجمعيه العموميه عشان لاول مره هطلع اقول ادي الفتره بتاعتنا، الفتره السابقه، الفتره، لان السنه بتاعتنا بتنقسم لثلاث ميزانيات، فتره سابقه والفتره اللي بعديها ثم المجلس بتاعنا. وبالارقام احنا سلمنا النادي ما فيهوش فلوس، يعني كل الكلام اللي بيظهر ان النادي مليان فلوس و ما فيهوش، وانا مش بقول حاجه وحشه وما اشتكيناش، بس بنحاول نعمل. فما وفر فلوس لنادي الزمالك عشان نادي الزمالك يفضل مستمر، يبقى دي حاجه كويسه تحسب للجنه. اما النهارده اقلل المديونيات، يعني احنا في قضيه واحده بس يا كابتن ميدو كانت ب 4 مليون دولار، وما بقولش خطا مين، انا في الاخر اسمي نادي الزمالك، انا ملتزم بكل حاجه كنادي الزمالك، ولا طلعنا قلنا مين اخطا، ولا طلعنا قلنا مين اللي هو بيعمل حاجه، ما لناش دعوه بالاشخاص خالص. ايوه بس حضرتك ما بتتعجبش، حضرتك ما بتتعجبش من حجم الاهمال اللي كان موجود في اداره هذه القضايا؟ يعني انت النهارده لما تيجي